انت لسه في حد بيقول لك خواجه يا اشوف؟ في بيقول لي خواجه اه. بتزعل ولا عادي؟ وفي بيقول لي يا حاج. يا حاج ولا بزعل من ده ولا بزعل من ده، تبقى فليكسبل وخلاص. طيب انت مصري من اصل ارمني، ما بتتضايقش او اخواتك او ولادك او اي حد من اللي تعرفهم بيتضايق لما الناس تفتكرك مش مصري؟ اتعود. انا بنكش في الموضوع ده. انا بنكش كتير عشان انا نفسي ان احنا نحترم بعض بقى، ان مش كل المصريين ده، احنا جمالنا ان احنا مختلفين وكل واحد فينا شكل ولون ونوع، ده احلى حاجه فينا. كنا مختلفين قوي زمان، كان في جريج وكان في طلاينا ويهود وارمن ويوغوسلاف وكذا حاجه، بس دلوقتي قالوا جدا الاعداد، قالت اليونانيين قالوا، طلاينا قالوا جدا، الارمن قالوا جدا، ما بقاش في زي اسكندريه كانت منورة بكل الأجانب دول اللي هم كانوا مصريين. في أي قصة غريبة حصلت لك في المحل تحب تقولها لنا؟ قصص كتيرة صراحة، بس فاكر قصة ظريفة كده، في عربية وقفت بره، نزل منها سواق ونزل منها راجل كبير في السن لابس بدلة وجي قاعد قدام هنا، وبعدين ما بيتكلمش وقاعد بيتفرج وابتدى يعيط. يوه. أنا قلت لبابا يا نهار أبيض إحنا عملنا إيه في الراجل ده؟ فسواق مسكه وجابه هنا، اتضح انه كان اشترى ساعه من عندنا في الخمسينات وقعت كسرت منه فركنها في الدرج، وعلى كبر بعدها ب 30 40 سنه قرر هيصلحها، فجه قال المحل زي ما هو ما اتغيرش، فاكيد افتكر بقى ابتدى يعيط. حرام. ما هو المحل ده كانك دخلت جوه لا الزمن اتغير. يعني كأن الساعات دي فيها حاجة سحرية بتخش جوه انت بعيد خالص، عشان زي ما هو ما تغيرش فيه، ولا فيه بلاستيكات ولا فيه ألمونيا ولا كله خشب، كله قديم، كله ساعات قديمة، واحنا كمان عواجيز فالحمد لله. بس دي بتدي سحر كده معين. الله يخليك. صح؟ ده في بنت ما دخلت قريب، انا كنت جوه في المكتب لقيت واحدة بتقول الله الله، وطلعت بقول خير في ايه؟ قلت لا اصل كنت ماشية في العتبة وشفت المحل ده، انا مش مصدقه. طيب بص، احنا في الاخر كل ضيف عندنا بيكون في فنان اسمه عبد الله بيعمل بورتريه وبنديه للشخص اللي احنا قابلناه. طب حلو خالص. ما اعرفش هيطلعك بلوند او هيطلعك مختلف، مش متاكده. لو كنت قلت لي من بدري كنت جبت صوره ليا وانا عندي 15 سنه كان رسمني، او صوره جيمس دين ليه صورتك بقى، ما نديله جيمس الدين يطلع. الوقت زي السيف، ما تقطعوش يقطعك، لو ما انتبهتش ليه يضرب وفين يوجعك. العمر خط اترسم بالمسطرة وتقاس، والساعة ماشية أوام تجاري في الأحداث، والوقت بيغير حاجات في الناس، ومفيش طريق تمشي للماضي هيرجعك.